تشكيله ديال البريوات سيكا قنينطات وبسيطلات. الجزء الثاني غادي نشوفوا فيه جوج حشوات. غادي نبدا بحشوه الدجاج. البصيره غنشرح نشحرها مزيان وغندير ليها الشامبينيون وغادي نزيد الدجاج. الدجاج اما خضر او كيف ما كتشوفون عندي ديجا طايب، خديت غير لابو ديالو، سواء كيكون شايط من شي عراضه ولا ديجا عندك اولا بسلق. كنزيد له العطريه والحامض الهريسه، غادي تلقاو هادشي كله مكتوب تحت الفيديو. وغادي نخليه يطيب ومغطي واحد 10 ديال الدقائق باش كيزيد كيتسدم ويفزك. وغادي نزيد له المعدنوس في الاخير. الحشوه واجده. الثانيه غادي ندير فيها بصيله تتشحر وغادي نزيد عليها الشامبينيون، وحتى هو كنشحرو شويه. وغادي نزيد بصله خضريه والكروفيت والصومون وغادي نشحرهم مزيان، الملح والثومه والابزار. وغادي نزيد اخيرا النعناع اللي غادي يزيد لهم واحد المذاق ديال الفريشور رائع. الحشوات ها هما موجودين بجوج بهم. هاد الحشوات غادي نديرهم على شكل البريوات، غير ديال الدجاج غادي نديرها شي شويه كبيره وديال الحوت غادي نديرها متوسطه. طياب اما كتقليوهم في الاير فراير بدهينه ديال الزيت خفيفه، او كدهنوهم بالزبده وكتدخلوهم الفران، او كتقليوهم وكتقدموهم بالصحه والراحه. عجبكم الفيديو خليو ليا لايك عليه وقولوا لي كيفاش جاكم، ما تنسوش تبارطاجيو مع صحابكم. مع السلامه.